عارفين أغلب الناس لما يشوفوا حدا محتاج أو يشوفوا صناديق التبرعات وحملات التبرع اللي بتصير أونلاين بيميلوا إنهم ما يتبرعوا، مش لأنهم بخيلين، لا، لأنهم بيخجلوا يحطوا مبلغ قليل وبيفكروا إنه أحسن لما يصير معهم مصاري أكثر يحطوا مبلغ أكبر عشان يكون إله قيمة. لكن هذا اليوم صعب إنه يجي، لأنه الإنسان عنده التزامات على طول بكل لحظة بحياته، وسقف عطائه بيزيد عن قبل بحكم وضعه المادي. يعني لما يكون معه فلوس قليل بيعتبر هذا المبلغ قليل إنه يحطه بالتبرعات، وهذا المبلغ كبير بالنسبة له ومش قدرته. ولما يكون معه مصاري بيعتبر المبلغ اللي كان زمان كبير بالنسبة له صار مبلغ صغير، وبيضل عنده شعور بالخجل من التبرع بأي مبلغ، لأنه تتغير نظرته لكمية المال وبيحسبها على نفسه. وهذا هو أكبر خطأ كلنا بنوقع فيه، لأنه لو درهم واحد ما بيفرق معك أنت شخصياً، صدقني مع غيرك بيفرق كثير. وأنا ما كنت بعرف هذا الإشي كله إلا لما إجا هاليوم وعرفت فيه عن مبادرة، وبناء عليها عملت لكم هذا الفيديو. أثناء إقامتي بالإمارات صار في مبادرة عملها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اسمها مبادرة المليار وجبة، وهي إنهم يجمعوا تبرعات بقيمة درهم واحد من كل شخص حابب إنه يتبرع. درهم واحد، وصحيح إحنا بنشوف إنه مش كثير، لكن زي ما حكيت بالبداية في أشخاص تانين الدرهم الواحد بيفرق معهم. وطبعاً بناءً على هالحملة مليار وجبة رح تتوزع على 800 مليون عائلة في 50 دولة حول العالم، دول بتعاني من مجاعات، لاجئين، عوائل فقيرة بس بدها تطعم أطفالها. المبادرة ما وقفت على درهم واحد، الشركات، أهل الخير، مزادات، ورشات عمل وأعمال خيرية، صار في مشاركات كبيرة حتى هالحملة تنجح. حتى صناع المحتوى حول العالم شاركوا لما شافوا فعلاً وعلى أرض الواقع إنه في أشخاص مستفيدة، في عوائل وأطفال سعيدة. وأنا بعد هالحملة فهمت إنه الإنسان ما يستهين بأقل شيء معه وممكن يقدمه للخير، لأنه الخير زي حبة المطر، ما في حبة مطر بتنزل لوحدها، أول قطرة تنزل بتبعها قطرات، قطرات بتعمل فرق كبير، بتحيي الأرض والمحاصيل وبترجع الأرض اللي انفقد منها الأمل لجنة. وأنا اليوم راح أتبرع بدرهم وأتبع المقولة المبنية على حديث رسولنا الصادق الأمين بأنه قليل مستمر خير من كثير منقطع، لأنه قليل على قليل بيكثروا. ارتقي.